اه يا سي مراد. صافي اللهم غديك عد الومن يا حاش قتلني تزلعصر تزلعصر ولد عمري خويا اصفر شنو غادي اش تيني تت استا ولد عمري خويا صافي قولي قرنا خرشيشات لا كيرام زيت يا غردين ايش اخت يوسف من المورد يوسف من المورد بروتين اسمع اسمع سيف اللي عمروس غرزي عمروس غرزي قبريد الحاج قال وطينا العمر تطلع مزيان بلاتي اش تي لا تكشكيش اش تولى التالي تعرفتي ولا لا يا وانا خرج نمحن وكل ما لا تسول مع نمحن على تكيتها وخوت لي في كتر هاطر واش واش شي شي راه الربح تطلع دابا شوف اجي لهنا شوف اجي لهنا شوف كاش تيدير تيفي انا جيت شوف دخل انا دخل شوف الله الله تبارك الله بالله اجي تشوف انت اول جريبه ياك اول جريبه عندك اول جريبه ديال الفصا اول جريبه تبارك الله اول جريبه انت دا تري غير اه انا ثلاثه هذا تري زي كلشي نص الناس حتى تاكل شي عملنا طوغنت هو ما عاش لا طوم من ها انا دا رد جعنا لا ما كاينش تديا ما كاينش تديا لا ما كاينش تديا عاد انا جمع خمان كل الدني اصبروا باش ندي ولا عبدي عزي ادري عزي انا خدام تاع العبدي رزم الله فاني هذا زيد خمانه ديالي فين هو ديال نزيخ حتى حاجه امشي زيد تيخلق اخبار تبارك الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متواجدين سيدي ديال الاخوان عند احد المتتبعين الله يسخر ليه زراعه الفصه اول جريبه ليه تبارك الله سير السم ياسير الله يحفظك اش بالك في الخدمه الله يعطيه الصحة الله يعطيه الصحة تبارك الله تزدع الماء اقتصاد وكل شيء كيشرب شوف هذا الصلاة من اللي حتى لنا وعاوتاني هذيك كتير مزيان لنا تبارك الله راه زياد دابا تبارك الله أول جريبة سي الحسن عزيز 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 تجربة درناها الحمد لله الله يسخر الشيخ ديال سيدي عدي الشيخ وعدي الله يسخر شفنا التجربة هذه وجدناها لخطا ان شاء الله الصا تبارك الله كبيرة وشفت كيف كنا نجربوا الله يسهل اللهم ونجحتنا العملية اللهم لك الحمد الله يكمل بالخير نشكرك انت على هذه المشاهد درتي عندنا وهذا الله يرحم الوالدين الله يكثر خيركم الله يخطيكم والله يعاون الكسافه وشكرا للمغاربه كاع الجميع اللهم امين هذه الرجله هذه ايا سكعجلتي غير رجله انا عزيز هذه الرجله هذه واش هذه غتاكلها ولا غتعطيها الغنم تاكلها هذه غادي ياكلوها الغنم من بعد كتموت هذه كتبقى غير الفصه كتبقى غير الفصه اول عام درتوها تبارك الله الله يسخر اجيت هضر اجيت الله يكمل بالخير الله يكمل بالخير اول جريبه للشيخ هنا الله يسخر ليه تبارك الله مازال دابا الحشه الاولى يتحيد الربيع عاد عاوتاني تبقى ديك الساعه باش تطلع خلع عبد الكريم شو تبارك الله الصاد تبارك الله رحنا متواجدين عند الشيخ وكنديروا الشيخ جيم على هذا هذه الخدمة اللي دار تبارك الله راه زينة الله الله يعطيك الصحة الله يسخر سيدي عدي وراك كرمنا
شربنا اتاي الحمد لله راه تبارك الله الله يعطيه الصحه سالي من الجمعه ان شاء الله الجمعه رحنا عند سيدي عدي والله يكرمه الله يرحم الوالدين الله يزيد له الخير في الخير ونتمنوا الخير للجميع لا لا تبارك الله تاع هذا الخدمه اللي دار زوينه دابا بالنسبه للخروف راه الفصام خدامه عليه من هنا لقدام راه خدامه سي مراد هيا تبارك الله بدا يعمر دابا القادس هذا اللي في الغصن اللي غادي مع التيو باش يعطي الماء الاخر باش ما تردمش الله يسهل الله ما باش كلشي يشرب ما تدوش بعيون السين حتى باش كلشي يشرب تبارك الله اجي تبعنا سيدي احنا فين مشينا كنشربوا اتاي وهذه تحيه لك انت السي مراد لا لا يخطيك احنا غاديين اخويا قول ما كان شي كساب كنقولوا الله يزيد بالخير الله يزيد بالخير تحياتي جميع الكسابه هذه باديره باش ان شاء الله الناس اللي عندها الماء توكل على الله ودير الفصاره مزيانه مزيانه الخروف مزيانه النعجه صراحه تعطي الاخوان واحد النتيجه الخروف راه صراحه الله يدير الخير تبارك الله على السي الحسن عطاك الله الصحه اللهم امين على ديرك تبارك الله اللهم بارك الله يعطيك الصحة على الخدمة، الخدمة اللي دار الشيخ هنا وعلي السي الحسن خدمة زوينة تبارك الله. لا صراحة جميع الكسابة حتى فكرة زوينة تبارك الله. تبارك الله. حنا الناس الأطلس راه ما يخدموش بالفصام. لا لا الفصام مزيانة دابا في هذه الحرارة هذه الخروف الصغيرة. موجود. موجود. درنا تجربة للكسابة يشوفوا حتى هما يستافدوا. ومختص الماء والماء مختص. هذه الخدمة اللي درتو تبارك الله. هذيك السنتة مزيانة. شاهد الخدمة دابا. صور الشيخ هنا صور السنتة. تبارك الله شوف هذيك الطريقه ديال السيده زوينه تبارك الله مزيانه لا مزيانه تبارك الله الله يكمل خير الله يرحم الله يكمل بخير على كل واحد تبارك الله على الشيخ ومشينا اليوم عند الشيخ اليوم الجمعه وكرمنا اول تجربه للشيخ ودينا تجربه عند الشيخ وانت يا سيدي عمرنا تاي الله يكثر خيره امير موجود تبارك الله واش تاكل الدس تفعمل؟ هنا الاخوان الخرفان هادو هما اللي جابونا عند السي الحسن الحمد لله ركبنا مع تجاره وقسم الله اننا بعناهم احد المتتبعين من مدينه طنجه تحياتي ناس طنجه واحد واحد والله يسلمك بركه الزيت هذا 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 دابا تحية سي مراد.